سيدي العزيز، الشركات التجارية هي تبحث عن أعلى ربح. إذا كان الطرف الثاني ضعيف من الناحية الفنية ومستواه ضعيف بالإدارة، ما راح تحقق هي الشروط الفنية والإدارية للعقد، راح تقدر أنه هي تحقق أكثر ربح. وهذا ما حصل بالعراق. العراق تعاقد ويا سيمنز وجيب زمن كريم وحيد على 7000 ميجاوات، ولحد الآن بها مشاكل بسبب الجانب العراقي. الجهاز الفني بعد تغيير الوزارة أصبح متدني من الناحية الفنية، وصار إرباك وعدم تخصيص أموال من الناحية الإدارية لهذه المشاريع، والمشروع شبه فشلت هذه المشاريع. طيب ليش لعد اليوم بالمؤتمر الصحفي السيد الكاظمي وأنجيلا ميركل دين تدحون عمل سيمنز ودنبدي الآن بالمرحلة الثانية والمرحلة الأولى اكتملت بنجاح؟ ليش دي مدحوها يعني إذا هذا هو الواقع؟ على سيمنز ما قلت سيمنز مو خوش شركة، يعني الشركات الثلاثة بالعالم اللي ماخذ الحصة السوقية تقريبا 30% من العالم. طيب أنا أقول لك الخلل بينا إحنا. طيب إحنا ما نضبط وضعنا، يعني إحنا من اشترينا توربينات من سيمنز بزمن السيد الوزير كريم وحيد، ما خصصنا أموال لنصب هذه التوربينات. بس سيمنز ما خصها، باعت. بعدين وراء 10 سنين نصبنا التوربينات، صارت مشاكل بعد ما جت الأموال أو جزء من عندها. فسيمز ما خلص، سيمز كان المفروض ما تبيع لنا إذا ماكو عقد، يعني تسليم مفتاح أو سيفل انجير، يعني الأعمال المدنية وغيرها تكون بنفس الوقت. فيعني أنت مو مهيئ من الناحية الفنية والإدارية لغرض إدارة هيك حقوق ومع هيك شركات، وعلى طول الخلل من عندنا راح يكون مو من عندهم.